يلا بينا على طول بأمر الرحمن، هنسعر مع بعض. وبعدين وبعدين ان شاء الله احنا لسه ما اتكلمناش في اي حاجة خالص. جميل، يلا يلا. ماشي يا ياسمين، نجلاء فتحي معايا، محمد فاروق إلاف، يا اهلا وسهلا. يلا بينا على طول يا حلوين نشوف التسعير، وبعدين اي اسئلة بقى ان شاء الله هرد عليها بعد التسعير بأمر الرحمن. جميل، يلا احنا مع بعض. اول حاجة بالنسبة لتسعير الجاتو المستطيل، بالنسبة لتسعير جاتو المستطيل، احنا طبعا اللي عملناه من حوالي شهر او شهر وشوية، الاسعار للاسف اختلفت شوية نسبيا. يعني مثلا السكر وقتها كان ب 35، النهاردة السكر ب 50 و 55، في بعض المحافظات السكر دخل على 55 جنيه، فحاجة يعني استهبالي. الكريمة برضو فيها نسبة زيادة شوية طلعت معانا. علب التغليف، الحاجات البلاستيكات بتاعت علب التغليف والإكليريك، للأسف كل شوية كل شوية لما بتروحي تشتري ما بتلاقيش نفس السعر اللي انت شارية بيه آخر مرة. فمحتاجين على طول على طول مع بعض كده، على قد ما بقدر هعمل لكم باستمرار تحديث للاسعار، عشان خاطر ما نجيش في منطقه معينه ونقول ايه ده انا بخسر، او ايه ده انا ببيع بسعر قديم، او انا مش حاسه ان انا بكسب في الموضوع ده خالص. تمام، فتعالوا نشوف كده مع بعض تسعير الجاتوه المستطيل. اول حاجه انا هبتدي كده بمقادير الكيك. دقيق عندي 240 جرام، طبعا دي مقادير الدسته. الدقيق عندي 240 جرام ب 7 جنيه و20 قرش، لان النهارده كيلو الدقيق ب 30 جنيه. 30 جرام كاكاو اسباني ب 8 جنيه و40 قرش، لان النهارده سعر الكيلو وصل ل 280 جنيه، لما كنا مسعرين قبل كده كان على 200 جنيه. 200 جرام سكر ب 10 جنيه، لان احنا دلوقتي كيلو داخل في 50 جنيه. انا طبعا بقول كل المقادير، الحاجات الميه والحاجات دي طبعا مش بسعرها، بس انا كاتباها في المقدار عشان خاطر اللي هياخد الوصفه من المقدار دلوقتي يبقى اخدها كامله. 100 مللي مياه مثلجه، 6 جرام بيكنج باودر يعني معلقه صغيره ب 2 جنيه، 13 جرام محسن جل يعني برضو معلقه صغيره ب 4 جنيه، 40 جرام نشا 4 معالق ب 2 جنيه، 6 بيض، طبعا البيض النهارده ب 5 جنيه يبقى 6 في 5 ب 30 جنيه، 7 جرام فانيليا يعني معلقة صغيرة ب 3 جنيه، 7 جرام خل معلقة صغيرة ب 2 جنيه، غاز 10 جنيه، كهرباء 10 جنيه، 2 ورقة زبدة ب 5 جنيه. طيب بالنسبة لمقادير الكريمة، أنا معايا 125 جرام كريم شانتي، كوباية وربع. لو هتاخدي بالمقادير دي بالظبط وامر الرحمن هتعملي دستة جاتوه ما فيهاش اي هدر لا في الكيك ولا في الكريمة، يعني المقادير دي كافية لعمل دستة جاتو كيك وكريمة وجناش. 125 جرام كريم شانتيه ب 37 جنيه ونص، لان النهاردة ريتشي والمضرب وصلوا ل 300 جنيه. عندي 250 ملي مياه مثلجة يعني 1 كوب، 50 جرام نوتيلا يعني 2 معلقة كبيرة ب 10 جنيه لان النوتيلا النهاردة ب 200 جنيه، 30 جرام سكر يعني 2 معلقة كبيرة بجنيه ونص، 30 جرام كاكاو اسباني يعني 2 معلقه كبيره ب 8 جنيه و40 قرش. بالنسبه لمقادير الجناش، 115 جرام حليب يعني 1/3 كوب ب 3 جنيه 45 قرش، 200 جرام شوكولاته قطع ب 36 جنيه، لان النهارده شوكولاته القطع ده يعني السعر الحنين قوي، ال 2 كيلو ونص ب 180 جنيه او 170 جنيه. 30 جرام كريم شانتيه 2 معلقة كبيرة ب 9 جنيه، 35 جرام زيت نباتي يعني 1/8 كوب ب 2 جنيه، تزيين خارجي كريز مكسرات مربى حليب نوتيلا ب 45 جنيه، تغليف قاعدة زائد علبة ب 40 جنيه. كده يبقى إجمالي التكلفة لل 12 قطعة 287 جنيه. أنا بس حابة أقول حاجة، لو انا اسعاري كانت ازيد شويه من اسعارك، يعني انا مثلا بشتري شوكولاته اغلى شويه، بشتري كريمه اغلى شويه، بشتري حاجات اغلى شويه، انت كل البساطه اللي هتعمليه انك هتشيلي الحاجه اللي انا حطاها، يعني هتشيلي السعر اللي انا حطاه وتشوفي البند انت شارياه بكام وتحطي سعره وتجمعي على هذا الاساس. تمام، ما بقولش حاجه ما تتغيرش، لو انت بتشتري ارخص مني هتحطي سعرك، لو انت بتشتري اغلى مني علي سعرك، هتشيلي بس مقدار الحاجه اللي انا حطاها وهتحطي السعر بتاعها وتجمعي، فبالتالي هيطلع معاكي التكلفه للدسته كامله بكام. تمام، عشان خاطر الناس اللي هتقول يا روعة انت اسعارك عاليه او انت اسعارك قليله انا بشتري اغلى من كده. فهمتك الدنيا ماشيه ازاي.
كده اجمالي التكلفة لل 12 قطعة 287 جنيه، يبقى تكلفة القطعة الواحدة 24 جنيه، يبقى سعر البيع بتاعها 35 جنيه، لأن احنا بنعمل حاجة متكلفة ومخدومة وتعبانين عليها، فأقل حاجة أقل حاجة هناخد مثلا في القطعة 10 جنيه، لأن انت مش محل عشان تاخدي في القطعة 5 جنيه في وسط الغلا اللي بيحصل ده. تمام. طيب اوكي. طيب خلينا مع بعض هنشوف بقى دلوقتي الجاتو الملفي، وبعدين نرجع تاني للأسئلة مع بعض. طيب بالنسبة لتسعير جاتو الملفي، أنا مثلا عندي علبة الملفي المربعة ب 95 جنيه دلوقتي، عندي هستخدم لها 150 جرام باستري ب 21 جنيه. النهاردة سعر الباستري الكيلو ب 140 جنيه. الأسعار عندي لو قليلة عرفيني، الأسعار عندي لو عالية برضو عرفيني في الكومنتس، احنا شغالين مع بعض اهو. 50 جرام شانتيه ب 15 جنيه، معلقة سكر بنص جنيه، 230 جرام نوتيلا بيضة زائد بني ب 46 جنيه عشان النوتيلا ب 200 جنيه، 30 جرام زيت بجنيه و80 قرش لأن الزيت كيلو ب 60 جنيه، 40 جرام مكسرات أنا حاسبة على إن الكيلو ب 400 فهيبقى كده ب 12 جنيه، 10 علب في أربعة، الأربعة جنيه دي سعر العلبة نفسها، وانا استخدمت 10 علب لان علبة الملفيه قطعتها على 10 فكده ب 35 جنيه. كده المفروض ب 40 جنيه، 10 علب في 4 ب 40 جنيه. هالك ب 10 جنيه، كهرباء ب 5 جنيه، يبقى كده اجمالي التكلفه 246 جنيه مش 241، 246 جنيه. لما نيجي نقسمهم على سعر تكلفة العلبة تطلع العلبة تقريبا ب 25 جنيه، يبقى إذا سعر البيع عندك هيبقى 35 جنيه. جميل، سعر البيع هيبقى كده 35 جنيه، هتاخدي في القطعة 10 جنيه. لو الموضوع هيبقى كتير على المستهلك اللي حواليكي خلاص خلي في القطعة 5 جنيه، بما إن جاتو الملفي سهل قوي في عمايله، الجاتو أصلا شارياه جاهز، يعني علب الملفي أصلا تتباع جاهزة، البستري مش بياخد منك وقت في الضرب، تك تك حشيتي، تك دخلتي التلاجة، تك قطعتي حطيتي في العلب، فالموضوع اسهل من الجاتو العادي. فممكن تخلي مثلا في 5 جنيه او 7 جنيه مكسب القطعة الواحدة يبقى تمام لو ده يناسبك. جميل. بسمة بتقول اعملي لو عايزة اعمل تورتة على حرف اتش اعملها في ساق 30 و40 ولا ايه؟ تعمليها في ساق 30 و40 وهتبقى ظابطة جدا، هتبقى ظابطه جدا، لان هو اصلا حرف الاتش هو عباره عن مستطيل، شايفه هو حرف اتش عباره عن مستطيل، ده هيبقى ال 40 سنتي وده هيبقى ال 30 سنتي. طيب سمسم بتقول تسلمي بصراحه بحب فيكي انك دقيقه جدا وكل شغلك عالي جدا، ربنا يخليكي ده من ذوقك. ام خالد بتقول السلام عليكم، ممكن اعرف الكادر ارتفاع كام سنتي؟ على حسب، يعني مثلا في كادر المنيهات حاجه صغيره كده ده ارتفاع 10 سنتي، تمام، في الكادر الكبير اللي هو بتاع التورتات العاليه ده ارتفاعه 15 سنتي. اوكي، في عندك بقى الكادر مثلا بتاع الجاتو اللي هو ال 40 في 60 اللي عملناه مع بعض ده ارتفاعه 8 سنتي، فعلى حسب. تمام. والله نجلاء بتقول كل يوم سعر متغير مش بنلحق نثبت سعر حاجه، فعلا فعلا والله، الله المستعان. يعني يا حلوين اي حد عنده اي سؤال انا معاك اهو دلوقتي. عايزه بس اقول حاجه صغيره لحبايبي اللي بيسالوني على حاجات مثلا في الحلو الشرقي اللي انا مش ليا فيه قوي، عشان انا بعتذر لكم والله بالحته دي، يعني مثلا حد مثلا يطلب مني صوابع زينب، حد يطلب مني مثلا رموش الست، حد يطلب مني بلح الشام واعمل له تسعير او كده. بصوا يا حلوين، انا الحته بتاعتي حته التزيين وحته التورتات وحته الجاتوهات وحته الشغل الغربي بتاع السينابون والدوناتس والاكلير والبروفيترول والجاتو والملفي والحاجات دي، الحته دي حتتي. تمام، ما يعني انا مثلا كروعه ما اشتغلتش بلح الشام ولا صوابع زينب ولا رموش ست في الحاجات دي، ما اعرفهاش، ما اشتغلتهاش، ما حسبتلهاش قبل كده سعر ولا تكلفه، فلما بيجي لي سؤال في الحاجات دي انا دي مش حتتي فانا مش قادره افيدك فيها، فهماني؟ فالافضل انك تشوفي حد متمكن في الحته دي وتتابعيه عشان يبقى معاكي الجزئيه دي ومعاكي الجزئيه دي. انا ممكن اضرب لك اي سعر بس يبقى انا كده ظلمتك وظلمت الناس اللي بتشتري منك لان انا مش متخصصه في الجزئيه دي. اوكي، فمعلش عشان بس الناس اللي متعشمه فيا في الحاجات دي، وانا والله ما عملتها ومش حتتي، فمش عايزه ادخل في حته مش بتاعتي، بس مش اكتر من كده. هل لسه في حد عنده اي سؤال تاني ولا كده نقول باي باي؟ بسم الله.
انا لسه معاكو، او لو لسه في حد معاه عنده اي سؤال انا معاه. ولا كده خلاص خلصنا؟ اعتقد ان احنا كده خلاص خلصنا ان شاء الله. كده ربنا ييسرها عليكم وتبقى تمام بامر الرحمن. مع الف سلامه يا حلوين.